بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الفشار بالشوكولاتة. عندنا حل على نار متوسطة، هنحط فيها 3 معالق كبار زيت ونص معلقة صغيرة ملح، ولما الزيت يبدأ يسخن معانا هنضيف 4 معالق كبار دورة فشار وهنقلب وهنغطي الحلة وهنبدأ نحركها بالشكل ده اول ما نسمع صوت الفشار، وخلاص كده الفشار جاهز معانا. بعد كده هنملى حلة اقل من نصها مية وهنحطها على نار متوسطة، وبعد ما المية تسخن معانا هنهدي النار على الاخر وهنحط على الحلة بولة معدن يكون فيها كوباية شوكولاتة مبشورة، وهنقلب الشوكولاتة لحد ما تسيح تماما، وخلاص كده الشوكولاتة ساحت معانا. وهنضيف عليها الفشار وهنقلب كويس لحد ما الفشار يتغطى كله بالشوكولاتة، وخلاص كده الفشار اتغطى معانا كله بالشوكولاتة. ونخلي بالنا واحنا بنقلبه نكون طافيين النار على المية. بعد كده عندنا ورق زبدة او ورق فويل دهنينه خفيف بالزيت وهنحط عليه الفشار، وهنوزعه كويس، هنسيبه يتهوى شوية لحد ما الشوكولاتة تتماسك معانا، وبعد كده هندخله التلاجة حوالي 10 دقايق علشان الشوكولاتة تتماسك تماما. وبعد ما الشوكولاتة تتماسك معانا هنقلب الفشار كويس علشان يفك من بعضه لو كان لازق، وخلاص كده الفشار جاهز معانا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.